السلام عليكم. اليوم بتكلم لكم عن خلطة رهيبة رهيبة لتأخر الدورة ومشاكل الدورة. أولا نجيب ملعقة صغيرة من البردقوش، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وملعقة صغيرة من الزنجبيل، وملعقة صغيرة من الياسمين. نحط عليهم موية حارة، كأس نحط عليه موية حارة لمدة 10 دقائق، بعدين نشربه، نصفيه ونشربه، كأس صباح وكأس بالمساء. هذه بإذن الله 3 أيام إلى أسبوع راح تنزل الدورة. أهم شيء تنتبهون ما يكون فيه حمل، فلا تتابعوني أم بندر العلاج بالأعشاب بالتوك توك، وتنسوا من دعاكم، جزاكم الله.